ثمن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة أواصر التعاون العسكري بين الجزائر وألمانيا. جاء ذلك خلال استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري المدير السياسي بوزارة الدفاع الألمانية مستشار السياسة الخارجية والأمن لدى وزير الدفاع الألماني جاسبر فيك. بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أوضح أن الطرفين استعرضا خلال اللقاء فرص التعاون العسكري الثنائي، كما بحثا سبل ووسائل تعزيزه بما يتوافق مع جودة العلاقات التي تربط البلدين. يطيب لي مرة أخرى أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. إن زيارتكم هذه تعكس إرادة بلدينا في تمتين أواصر التعاون العسكري بيننا وبحث سبل ووسائل تعزيزه بما يتوافق مع جودة العلاقات التي تربط بين الجزائر وفيدرالية ألمانيا. ولذلك فإنني على قناعة تامة بأن لقاءنا اليوم سيكون مثمر وسيفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال الأمن والدفاع.